فالحمد لله على كل حال الأخبار نزل علينا كسائقة. كنا كننتظروا الطفل راهينا يخرج حي ورزاق وفرحوا به جميع المغاربة والعالم العربي والإسلامية، وقدر الله هذا الشيء اللي أبغاه الله ده. ودابا كننتظروا الجثة اللي قريبا إن شاء الله غتكون هنا في عين المكان اللي غادي ندفنوها في المقبرة الزاوية في الدوار داروتا العليا. كنتمنى من الله يرحمه ويوسع عليه. كتشوف انه واخا الوفاه ديالو كنقولوا فرحي انه ريان شرفكم يعني العالم. نعم نعم نعم، ريان شرفنا وشرف هذه البلاد وشرف المغرب، شرف المغرب. انتم كتشوفوا راه ماشي هادشي، انتم كتلاحظوا جيتوا الحمد لله النهار الاول على ما اظن غطيتوا الحدث من البدايه. وكنوجه لكم التحيه لانكم جيتوا باش توريوا هذه المنطقه كيفاش المعاناه ديالها وكيفاش الناس ديالها عايشين في هذه البلاد هذيا. لما المعاناه ديال الاطفال ديال المؤسسات ديال المدرسه، انتم كتشوفوا كل شيء، شفتوا كل شيء. كنا كننتظروا الطفل ريان يخرج سالم، ولكن الحمد لله هذا كنتمنى من الله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه. الحمد لله شكرا. الحمد لله وشكرا. مشاهدينا هذه مشاهدين المغاربه يتوافدون على بيت جد ريان لتقديم العزاء. السلام عليكم. شي كلمة شي كلمة في ريان المدعم لما العائلة ديالك. كنحمدو الاسم العائلية والرابطة. وطرا اللي طرا والله يرحمه. دعواتك مع ريان. الله يوليه برحمة الله. اللهم آمين. قدر الله وقدر. اللهم آمين والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الدايم الدايم مرا ديال الشام ديال الصحفيه. صحفيه يعني واحد قرعه ديال الله تاع لي قضيه نعطيني لا قطعه في قطعني معاده. سمحوا لنا الله يرحمكم. المغرب كامل تعرفهم عن ابن ديالكم اللي وقف هنا كامل برا ولا داخل ولا فين. واشهد الله ما نهربوش منه. الله يصبركم. الله يصبركم ويرحموا ويكون شهيد ان شاء الله الملائكه يا رب. ما يجعلهم آل جنة، ما يجعلهم آل جنة، ما يجعلهم آل جنة. قولوا لا يحرمنا شي مسلم. الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله. وانتم الله يرحمكم. الله يعاونكم. اللهم امين. اللهم امين. دعي معها الحاجه، دعي معها. الحمد لله كل شيء ديال الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. عم ترى كيفاش